شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والسفير الأمريكي بالقاهرة توقيع عقد منحة تمويل للإعداد لدراسة جدوى تفصيلية لمشروع إنتاج مادة البوليستال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية له نحو 50,000 طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 400 مليون دولار من المقترح. ومن المقترح إقامة على الأرض المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط، وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسية للمشروع وتسهيلات التصدير. وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقية تمثل نموذجا متميزا للشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات في قطاع البترول والغاز، وتعكس الثقة القوية في الإصلاحات التي تشهدها مصر.